لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: إجراء جديد من الوداد بخصوص كورونا، تأجيل جديد لمباراة الوداد في البطولة الوطنية، شكوك جديدة تضع مباراة الرجاء والجديدة على المحك، مدرب الأهلي يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة الوداد بدوري الأبطال. وفي آخر الفيديو سنعرض لكم: رسميا الوداد يتحرك لضم لاعبين جديدين من العيار الثقيل بالميركاتو الصيفي. خضع لاعب الوداد الرياضي أمس السبت بفندق إقامة الفريق الأحمر بالدار البيضاء لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك للتأكد من خلو باقي اللاعبين من الفيروس. وكانت نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي قام بها فريق الوداد الرياضي في وقت سابق أكدت إصابات في صفوف لاعبيه وطاقمه التقني، وأعلن حينها إصابة 5 عناصر جديدة، 3 منها تخص اللاعبين، أي أن عدد المصابين في صفوف اللاعبين ارتفع إلى 6 حالات. وفي هذا السياق خرجت إدارة الفريق الأحمر ببلاغ تطمئن فيه الجماهير والرأي العام، وتؤكد أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وأنهم سوف يتابعون علاجهم وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة. من المحتمل أن تنضاف مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الدفاع الحسن الجديد برسم الجولة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية لقائمة مؤجلة كورونا، وذلك في ظل الاشتباه في إصابة لاعبين بين صفوف الفريق الدكالي. وأكد مصدر خاص أن لاعبين من الفريق الأول لفارس دكالة قد غادر مقر إقامة النادي في البيضاء بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا. ويذكر أن لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية كانت قد حددت اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء موعدا لإجراء المقابلة على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. أعلنت الرابطة الاحترافية تأجيل مباراتي الوداد الرياضي واتحاد طنجة في الجولة 24 بالدوري المغربي، ونقلا عن مصادر مسؤولة والتي أكدت استحالة خوض الوداد وطنجة مباراتيهما في الدوري، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف لاعبي الناديين بشكل كبير. وأقرت الرابطة تأجيل مباراة رجاء بني ملال واتحاد طنجة، وهي رابع مباراة تؤجل للأخير والثالثة لبني ملال منذ العودة من فترة التوقف. كما تقرر تأجيل مباراة نهضة الزمامرة ضد الوداد الرياضي لتكون ثالث مباراة تؤجل لفريق الدار البيضاء، وكذلك تأجيل مباراة أولمبيك خريبكا ونهضة بركان بعدما أعلن الآخر تسلل كورونا للاعبيه. وتزيد هذه التأجيلات من الغموض المرافق لمستقبل الدوري المغربي هذا الموسم. ذكرت بعض المعطيات أن طبيب الرجاء الرياضي رخص للاعب محمد بن حليب باستئناف تداريبه مع الفريق بعد الكسر الذي كان قد تعرض له في مباراة الرجاء والنهضة البركانية، حيث خضع على إثرها لعملية جراحية بمستشفى أسبيطار بقطر. ويبقى الاعتماد على محمد بن حليب في المباريات القادمة للرجاء باسترجاع لياقته البدنية ليكون جاهزا بشكل نهائي. وظل محمد بن حليب واظب على الترويض منذ أن نجحت عمليته الجراحية، ما مكنه من الشفاء من الإصابة والعودة تدريجيا لأجواء التدريب. هنأ فريق الوداد الرياضي حارسه السابق ياسين بونو، وذلك بعد تتويج فريقه إشبيلية بطلا لبطولة الدوري الأوروبي للمرة 6 في مشواره في رقم قياسي بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي. ونشر الفريق الأحمر تدوينة عبر حسابه الرسمي جاء فيها: تهانينا لابن الوداد الرياضي ياسين بونو لفوزه بالدوري الأوروبي مع نادي إشبيلية الإسباني، ونجح إشبيلية في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين ب3 أهداف لـ2.
ليحرم أبناء المدرب جوليان لوبيتيغي إنتر ميلان من العودة إلى الألقاب الأوروبية مع مدربه أنطونيو كونتي. يثير الدولي المغربي منير المحمدي اهتمام أندية عدة بعد تألقه في الموسم المنقضي بقميص مالاغا الإسباني وتسويجه بجائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني للدرجة الثانية. وأكدت صحيفة تركية أن نادي بيشكتاش أبدأ اهتمامه بالحارس المغربي وعرض مبلغ 1,000,000 يورو على مسؤولي مالاغا للظفر بخدمات منير المحمدي، وذلك خلفا للألماني لوري كاريوس الذي عاد إلى ليفربول بعد انتهاء فترة إعارته. وأضاف نفس المصدر أن القيمة المالية للصفقة قد ترتفع إلى 1.5 مليون يورو، وذلك في حال ضمن بيشكتاش تأهله إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. أكد المدير الفني للأهلي المصري أن هناك حالة من الإحباط الشديد والحزن بعد الخسارة بثلاثية ضد نادي الزمالك في قمة مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: عندما تتأخر في الشوط الأول عليك أن تبحث عن حلول، وحاولنا من خلاله تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني لكن لم نوفق. وأضاف مدرب الأهلي: محبطون من تلك النتيجة، لكن هذه كرة القدم وعلينا التحضير للمباريات المقبلة جيدا. لست قلقا قبل النصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد الرياضي، وعلينا تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة. يخطط فريق الوداد الرياضي لدخول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مبكرا، والتي ستنطلق في 15 شهر شتنبر المقبل، إذ يجري سعيد الناصري رئيس النادي الأحمر اتصالات مكثفة سواء مباشرة مع وكلاء اللاعبين أو مع أنديتهم. وذكرت بعض المصادر أن الوداد الرياضي عبر عن رغبته في التعاقد مع قلب دفاع حسن ياس أكادير، سفيان بوفسيني وزميله كريم بعضي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لنفس المصادر فإن مسؤولي الوداد الرياضي تواصلوا مع بعض الوكلاء المقربين للفريق السوسي، وذلك لمعرفة رغبة مسؤولي الحسنية في إمكانية بيع اللاعبين البوفسيني وبعضي للانتقال لصفوف الوداد بعد نهاية الموسم الكروي الجاري. ويذكر أن إدارة حسن ياس أكادير منفتحة على استقبال العروض الخاصة ببعض لاعبيها شريطة أن تتوافق مع قيمة اللاعبين ومصالح الفريق السوسي.